أندريا إنيستا هو من بين أبرز الأسماء في ساحة كرة القدم، يلعب مع نادي برشلونة ويمثل المنتخب الوطني الإسباني، وهو قوة لا يستهان بها داخل وخارج الملعب، وقد أكسبه نجاحه ومجده مكانة فائقة في نظر جمهوره أصحاب العقارات وأسطول السيارات المثيرة. واليوم سنعرض لكم أبرز السيارات التي يمتلكها هذا النجم الشهير. أولاً، أودي A7. منذ إنتاجها في عام 2010، قامت أودي A7 بنحت مكانة متميزة في القطاع الذي تنافس فيه، فهي توفر المظهر الجمالي للكوبي دون التضحية بالطابع العملي وسهولة الاستخدام لسيارة سيدان ذات 4 أبواب. تحت الغطاء يتم تصنيع محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر، ينتج قوة 333 حصان وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر، لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة. ثانياً، أودي Q7، وهي الخيار العملي الأفضل لرجل العائلة. يتوازن شغف إنيستا بالسرعة مع كفاءة Q7، لذلك تحمل هذه السيارة مكانة بارزة في مرآبه، فهي تحمل صفتي الأناقة والقوة في آن واحد، مع محرك V6 سعة 3.0 لتر وقوة حصانية تبلغ 333 حصان وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر. ثالثاً، بوغاتي فيرون، وهي أكثر السيارات أناقة في مرآب نجم كرة القدم، وهي حاملة الرقم القياس العالمي كونها السيارة الأسرع في العالم، ومع أرقامها التي تبعد كل البعد عن الواقع، مع محرك W16 سعة 8.0 لتر لتخرج قوة 1001 حصان وعزم دوران قدرته 1250 نيوتن متر، لتتسارع هذه السيارة من الصفر إلى المئة في غضون 3.2 ثواني. وها نحن قد وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة يلا موتور لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.